السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كديرين أخوتي بخير؟ كنت منا كل شي يكون بخير. قبل ما ندخل في الموضوع اللي جيت نخوض فيه هذا النهار، اللي كيشوفني أول مرة مرحبا به عند هذا العبد الضعيف، مرحبا بكم عندي. الموضوع والحلقة ديال هذا النهار يعني مليئة بالتناقضات بحال العادة، بحثت وتعمقت في هذا المشكل هذا، درت الخدمة ديال ديتكتيف بخيفي اللي كندير كون دابيتيد بحال العادة باش نجيب لكم أخبار صحيحة، وجبت لكم الداء والدواء بحال العادة. غنقول لكم المشكل منين جا، وجبت لكم دي فيديو دي بروف دي فيديو تناقضات فيهم، وبري غادي نعطيكم الحل لا سوليسيون. ديما كنعطي لا سوليسيون هنا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ما كياخذوش بعين الاعتبار هاد الهضره اللي كنوصلوا لهم هذوك الناس المسؤولين. درب السلطان في الدار البيضاء وقعت فيه جريمة قتل بشعة، واحد السيد على ما قالوا هما، على ما قالت السليفة ديالو مرت خوه، هاد المختل عقليا، قالت لك هي مختل عقليا كياخذ أدوية. أنا غادي نقول لكم كيفاش توصل ديك الحالة هذيك باش يقتل ديك البنت، غنعطيكم أدلة موثوقة وملموسة. قتل البنت عندها 6 سنين ولا قل من 6 سنين شوية، ذبحها في الحومة هاد المختل عقليا، كي قلت لكم كما جاء على لسان سليفتو، حيت قال لك كان غيذبح لها الولد ديالها وطاكت عليه بالجنوي وضربها لهنايا العصب ديال يديها فرعها العصب ديال يديها، وكان غادي يذبح باه وقطع له الودن. هاد السيد هذا معروف انه عدواني وانه مختل عقليا بسبب الادويه اللي كياخذ، هما اللي وصلوا لديك الحاله. وفاش باش دخل في ديك الحاله هذيك اصلا الا باز، نمشيو حنا الا باز كيفاش توصل لديك الحاله هذيك، حيت هو ما خلقش مختل عقليا. كاين مشاكل كيوقعوا لك في الحياه. المختل عقليا كي كنقولوا حنا في المغرب ما كيوصلش يعني لديك الحاله هذيك دو جوغ اون دوما، من هذا النهار لغدا ما بين ليله ونهار كيولي هو مختل عقليا، الا وكانوا شي عراقيل في الحياه ديالو مشاكل وضغوطات نفسيه اثروا عليه، وبري كيبقى يشرب الادويه. وانا جاي نهضر لكم على الادويه والمشاكل ديالهم ونعطيكم الحل، هما اللي كيوصلوا لديك الحاله هذيك العدوانيه باش كيقتل الروح، كما طرى لهاد خينا وطرى لهادوك اللي قبل. السيمانه كلها في المغرب كل مره كتسمع الروح تحت في شي جهه، لان ما علاش كيقول لك بسبب انه مختل عقليا وكيتناول ادويه وديك الادويه اثرت عليه، وما صحاب لهم مختل عقليا وقتل الروح غير مختل عقليا. المشكل هو اللي وقع له هذا السيد هذا، هاد الصدمه هذه، هاد الصدمات اللي جاوا في الحياه، غير باش تعرفوا واحد القضيه، ما يمكنش الانسان غير يجي ويقتل الا وكيكون عنده مشاكل وصعاب في الحياه، ويعني وصلوا لواحد الحاله هستيريا بالضغوطات النفسيه اللي عليه، ولا مشاكل بار اكزومبل في الحياه كانوا وقعوا له مسكين. المشاكل اللي وقعوا لهذا السيد، كان بغى يحرق المكسيك ومشى مع صحابه، وقع لهم مشكل، طحنهم الموتور قدام عينيه في واحد الباطيره، يعني تشوكا من داك الديكور هذاك. منين رجع، هادشي اللي قالت السليفه ديالو، منين رجع مرض، بقى مريض بداك الديكور هذاك، زاد تمو توفات الام ديالو، قال لك كانت عزيزه عليه بزاف الام ديالو، كان باقي الام ديالو بالحياه يقدر ما يوصلش لهذ الحاله اللي وصل لها دابا، حيت ولات عنده الحياه ما عندها حتى شي طعم، فقد الام اللي عزيزه عليه ومشى للمكسيك بغى يبدل الحياه ديالو، استقما مشاش وصحابو طحنو قدامو. سافو دير هاد جوج ديال العوامل اللي وقعوا له في الحياه هما اللي ردوه انسان عدواني ومرض مرض نفسي، ومشى باش ياخذ الدواء، حيت خرج من القوقعه اللي كان كيعيش فيها ديال كي كنقولوا الواقع للانسان. باغ اكزومبل كيكون فيه انسان نورمال، باغ اكزومبل كيكون كيمشي للقهوه، كيتذكر مع الناس، كياكل، كيمشي يدير سبور، كيكون انسان نورمال، خرج هو من هاد القوقعه هادي، ولا انسان منعزل بوحدو، ما بغاش، ما بقاتش عنده الحياه عندها طعم. يعني ملي كتمرض بلا ديبرسيون ما كتكونش عندك الشهيه، كتاكل الادويه ديال الديبرسيون، وهما اللي كيوصلوا بنادم لهذه الحاله هذه العدوانيه، باش كيولي انسان كيولي مجرم. كي كنقولوا هو ماشي على باز، هو ماشي مجرم، هو الادويه اللي ديال الهلوسه اللي كان كياكل هما اللي ادوا به لهذيك الجريمه ديال القتل باش يقتل ديك البنت. وانا غادي نعطيكم الدليل، انا جبت لكم الدليل وجبت لكم لا فيديو اللي هاد السليفه ديالو كتهضر على شي حاجه كتجهلها، غتسمعوا لا فيديو ابري غنوصل معكم الحديث، سمعوا شنو قالت تنسيبه السليفه ديالو. حيلتنا ليه هو، ما حيلتنا للدريه، وهو اول شيء راه ماشي بعقله، هو راه ماشي بعقله، حيت ما يمكنش شي شخص غيكون في كامل قواه العقليه وغادي يشد طفله ولا شي حد غيدير ليه هكا. راه حنا ما غنقولوش ما يمكنش، ما غندوش نديرو التنبؤات. انت مرات خوه، هو مريض، انت مرات خوه، هو مريض 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 مريض، يعني راه ماشي ما هي مره ما هيش، حنا تنديو عند البوليس، البوليس اش يديروا ليه باش يديو لينا السبيطار، اش يديروا ليه التجاره، تيصيفطوا للحبس،
انا مقطع تواصلوا كتواصلوا مع السلطه انا كان قايد مع المقدم انا كان غيطبح ليا ولدي في العمر ديالو 5 سنين وكاليش على ولدي وتقطع ليا العصب ديال ايدي وديكلاريش وما دار معايا والو باقي نعدي الوراق وكلشي كان غادي يذبح باه قطع ليه ودني قطع ليه ودنه يعني داك السيد مريض ماشي بعقله ديما كيشرب القرقوبيله ولا الدواء ما تيتقرقب ما والو كان شي ياخد الدواء ديالو الطريطمه واحد واحد وصلاش واحد لقيته ما بقاش ياكل الطريطمه علاش ما عاوش ما لا ما تيتعاطى لا المخدرات لا والو ماشي مازال الكازو يكمي اما الحشيش ولا القرقوبي داكشي راه ما تيدورش الخيطمو اللي كان كيشرب تتعرفي شنو الدواء اللي كان كيشرب كان تيشرب واحد الدواء ليموني تيقولوا ليه لارغاتين وكان تيدق الفاليوم كان تيدير بزاف ديال الدويات النوزينه طيميستا كان بزاف ديال الدويات يعني جميع الحبوب ديال الهلواسه اللي كيشربهم هو وكان متبع كان تينعس في برشيد 36 كما سمعتوا السليفه ديالو كتقول قالت لك هو ما كياخذ لا مخدرات لا قرقوبي ما كياخذش هو داكشي ولكن كياخذ ادويه ديالو هذيك اعتبرتها هي راه ادويه وهذيك في حد ذاتها حبوب مهلوسه ماشي ادويه نوزينه وكيضرب الفاليوم الفاليوم راه مؤثر كيقدر يدير ديزيفي بروفوك ديزيفي كونترير الي في غوشيرشي كما مكتوبه غادي نخليها لكم انا غادي نوري لكم الاخر واحد المقطع صغير وقفوه وقراوه مزيان باش تعرفوا لي زيفي انديزيرابل اللي كيدير هذاك الفاليوم يعني انت كتقلب على واحد النتيجه من هذا الدواء هذا كيعطيك هو ديزيفي كونترير الي في غوشيرشي باغ اكزومبل لي في اللي انت غوشيرشي تكون بخير وتكون كذا وتبرا كيعطيك هو لي زيفي كونترير شنو هما لاغريسيفيتي سافو دير تولي اغريسيف لا كولير تولي عندك لا كولير ما كتحمل حتى شي واحد ودابز وتقدر تقتل كيوريك كيولي يعني كيرد لك الدنيا كتولي ظلام هذا الفاليوم هذا راه بسبب الفاليوم باش هو قتل ديك البنت شوفوا بعدا هاد لا نوتيس غنخلي لكم هاد الباراغراف هادي حبسوها وقراوها مزيان الناس كلهم كيغوتوا هي كتغوت كيفاش قتل هو ماشي مجرم هو ظريف هو بخير كذا ولكن حتى واحد ما خرجوا عطى الاسباب علاش هذا السيد قتل حيت حنا عندنا هاد الادويه هادي والاطباء النفسيين عندنا تقريبا شي 163 طبيب في المغرب غير كافيه بالنسبه لواحد لا بوبيلاسيون ديال 38 مليون ما كافياش ما عندناش عدد الاسره بزاف لهاد الامراض لهاد المرضى النفسانيين هادو وكنعطيو ادويه بدون استشاره الطبيب تمشي غير للفرماسيان يعطيك هاد النوزينه ولا يعطيك الفاليوم كيتباع غير في كي كنقولوا حنايا غير في درب غلف تمشي لدرب غلف تلقى العجب تماك كيتلقى الفاليوم تلقى هادو راه كيشبهوا حتى هما حتى هذا راه قرقوبي هاد الشيء هذا اللي كنقول لكم دابا انايا النوزينه وهاد هادو حبوب مهلوسه هادو تاكلهم غادي تولي عدواني تقدر تقتل بغيت نشير لواحد النقطة خوتي ونعطيكم نصيحة وديجا راني هدرت عليها في لي فيديو السابقين وبحال العادة لا حياة لمن تنادي الناس ما كيتصنتوش هدرت عليها في لي فيديو السابقين حنا في المغرب غير ولد وطلق الزناقي ما عمري شفت انا شي مرة ما عندهاش الكبدة على البنت ديالها عندها 6 سنين و 5 وكتطلقها وتمشي في الحومة وهي عارفة بأن في ديك الحومة كيتسارى واحد السيد مختل عقليا ولا مريض نفسي ولا بيدوفيل انا ما نسخرش بنتي ما نسيفتش بنتي انا تمشي تسخر في الحومه ولا تمشي لشي بلاصه عندها 6 سنين ولا 10 سنين ولا 15 عام حيت مازال صغيره ما تقدرش تهرب ولا تدافع على راسها المشكل من الامهات ومن الوالدين اون جينيرال كيخليو ولادهم كيطلقوهم للزناقي ما خصهاش هي ديجا سليفتو ديجا هاد السيد معروف عند البوليس وما داروا له حتى شي حاجه وكان نعس برشيد وعنده سوابق واش كيدير في الزنقه كيتسارى في الزنقه يعني هما عارفين واحد السيد كيشكل خطر على الامن القومي على الناس وكيخليوه يتسارى في الزناقي يقدر يقتلك انت براسك بوليسي دايز دير غير كونترول ويهبط عليك بجنوي صافي دير هاد السيد كيشكل خطر على البوليس على الامن وعلى كل شيء الامن القومي ديال الناس ما خصوش يكون تما كليبر وانتوما في الحومه حتى واحد ما كيرد البال لواحد كل واحد عاطي كيرد غير راسي راسي خصكم تراقبوا بعدياتكم تشوفوا شكون اللي داخل شكون اللي خارج شكون حمق شكون ما حمقش شكون اللي عدواني وتناقشوا بعدياتكم هيئة المجتمع المدني وتذكروا الناس ديال الحومة تلاقوا بعدياتكم وتهضروا على شي مشكل إلا كان حيت غدا ولدك براسو حتى أنت راه غادي يذبحوا شي واحد ماشي هذاك بنت جارك ذبحها هذاك صافي أنت راه ولدك راه في أمان خصكم تكتفوا بعدياتكم
سليفتو عارفه بانه هو حمق وبانه هو راه عدوان وكيتناول هاد الحبوب ديال الهلواسه، وما خرجتش تقولها للناس تقول لهم انا علمتكم اللي عنده شي ولد يشدو في دارو، اللي عنده شي ولد صغير يشدو في دارو، انا راه هاد السيد هذا راه كان غيقتل ليا الولد ديالي وراه كان غيقتل باه، راه كيتناول حبوب الهلواسه. خصهم تعلموا الناس، والناس الا عرفوا شي واحد حمق ما خصهمش يطلقوا ولادهم في الزنقه، يشدوهم عندهم ويديكلاري ويبقاو يديروا لابريسيون على الكوميساري، كل نهار يمشيو للكوميساري يقولوا ما السيد هذا راه جبد جنوي راه بغى يقتل الناس. خصهم يتحملوا المسؤوليه، خص المخزن يجي يشد داك السيد هذا كيديه لشي بلاصه لتايبره، ما خصش يطلقوا للزنقه، خص يديروهم بلاصه يشدوهم فيها ساحه كبيره داير بها السور، ياكلوا ويشربوا ويعطيوهم ادويه تما ويجلسوا تماك حتى يبراو. راه ماشي حل هذا، الدوله كدير ماشي حل. عرفتي شحال من واحد مجنون في المغرب كيتسارى في الزناقي؟ راه الا جيت نحسب لكم واحد 4 ديال المليون، فين ما مشيتي لشي مدينه كتلقى اوموا 100 ولا 120 ولا غير مدينه صغيره فيها الناس مساكن مجانين، وكيشكلوا خطر هذوك على الامن القومي، وحتى واحد ما كيهضر على هذا الشيء. فين وزاره الصحه من هذا الشيء هذا؟ وزاره الصحه اللي خصها تدخل. شدوهم بويا عمر، ولا بويا عمر منتشر في الشوارع وفي المغرب بويا عمر، ماشي حل هذا، راه سي با ان سوليسيون. ما عمركم خرجتوا عطيتوا واحد لا سوليسيون حل جذري تحلوا المشكل، ما يبقاش، ما خصوش يبقى المشكل، خصوش يبقى المخصو يتعالج ايرجون. راه انت براسك وزير الصحه لا باللي اللي كتشوف هذا الشيء هذا مثلا وما عالجتيش هذا المشكل هذا، انت براسك شي نهار غتكون كتقدا في شي سوبر مارشي وضربك شي مجنون ويقتلك. انت براسك راه مهدد بالخطر، خص بنادم يفكر هكا. المدينه خصها تنقى من المجانين، لان المجنون في اي بلاصه كتلقاه، يقدر انت براسك تعرض للقتل ولا ولدك انت كمسؤول، خصك تفكر هكا، ماشي تقول المجانين راهم في الاحياء الشعبيه دبروا راسهم بينهم وبين الناس الدراوش. حنا ديما عندنا واحد التفكير كنقولوا بان المجانين كيكونوا في الاحياء الشعبيه ويدبروا راسهم، اللي بغى يموت يموت، اللي بغى يعيش يعيش، حنا ماشي سوقنا غير تبعد منا وتجي من ما بغات. انا كمسؤول كنقول هكا، كنقول انا راني بروتيجي الطوموبيل ديالي بخير كذا كلشي بخير، يعني انا بعيد على الصداع. ما تفكرش هكاك، راه غدا ولدك يقتلوا شي مجنون سوبر مارشي ولا شي با في شي بلاصه. انا شفت مجانين في احياء راقيه، ولدك يموت وعاد انت غتحس بيها وتفكر وتنوض ودير شي حاجه ديك الساعات، سي تروطار ديك الساعات. خصكم تحركوا هذه القضيه هذه، راه ايرجون، راه المجانين في المغرب راه فين ما مشيتي منتشرين، راه كيشكلوا خطر على الناس. راه واحد السيد كان ناعس في واحد البلاصه في الفيلاج انا فين كنسكن، واحد المدينه صغيره، كان ناعس في واحد الجرده وكنت كنعرف واحد المجنون تما، كنت كنشوفه كيتسارى تما، هز حجره غير جاب الله ما جابهالوش في راسه وضربو، كان غيقتلو. المهم اخوتي المغاربه خير الكلام ما قل ودل، كنتمنى الرساله ديالي توصل للمسؤولين، لان هذا الشيء هذا راه يعني ايرجون، خصهم يلقاو شي حل لهذا المشكل، لان المغرب كيعاني من هذا المشكل بزاف ديال المجانين، واللي كيديرونجيو التوريست وكيديرونجيو الناس في المدن، ويقدر شي مره دابا كنقتلوا شي سائح الماني باغ اكزومبل، قررنا القيامه الروينه غادي تنوض حيت هو سائح الماني، حيت غيكتبوا عليه في الجرائد في المانيا بار اكزومبل وكذا، ولكن هذاك في المغرب ديك الدريه مسكينه هذيك ماشي روح، هذيك راه الله فاش خرق الانسان الروح راه بحال بحال، كيقول لك الروح عزيزه عند الله، اي روح الروح راه بحال بحال، ما فيها الروح ملي كتطلع عند الله ما كيتقبلش هذاك خينا هذاك حيت عنده الفلوس ولا لاباس عليه ولا هو من الالمان ولا هو من الطاليان ولا هو من لونجلوتير. هاد الروح هذه بوحدها غادي نديروها في بلاصه بوحدها ديال الناس الراقيين، وهاد الروح نو هذه غير بنت صغيره في حي شعبي، الروح ديالها غنديروها هنايا غادي نحشوها هنايا، هادو فقراء، بلاصه الفقراء بوحدها الفوق، والبلاصه ديال الاغنياء بوحدها، ولا ديال لي زالمون لي زيطاليان بوحدها. راه فاش كطلع الفوق راه بشر بشر، راه بحال روح روح عزيزه، الروح عزيزه عند الله، خص الانسان يتخذ هاد الامور هذه بجديه ما يضحكش فيها. خليت لكم الراحه، كنتمنى لكم نهار سعيد، كنتمنى هذه الحلقه هذه توصل للمسؤولين ويشوفوها وللناس المعنيين، كما الله يتعظوا ويفكروا في الحل لهذه المعضله هذه اللي كيعاني منها المغرب. كنحبكم في الله اخوتي، تهلاو ليا فراسكم، نهار سعيد للجميع، الله يعاونكم، على بروشين فيديو ان شاء الله.